طب مدير البنك معانا اهو. اه معانا الاستاذ عطيه سالم رئيس بنك التنميه والائتمان الزراعي. مساء الخير يا استاذ عطيه. النور، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. بنك التنميه والائتمان الزراعي مزعل الفلاحين وهو المفروض يحل مشاكلهم. بنك التنميه والائتمان الزراعي اتعمل اساسا عشان يخدم الفلاحين، واحنا تحت امرهم في اي حاجه هم عاوزينها. بس لهم شكاوى عندكم؟ لا الشكاوي كلها هو حل. الشكاوي كلها انا تحت امرهم وبحلها، والحاج اسامه جه قعد معايا وكل الطلبات بتاعتهم بنحلها، وبالنسبه للاجراءات القانونيه اوقفناها لاخر السنه، وبنروح لهم دلوقتي وهم بيجوا لنا عشان نعمل لهم برامج تسويه للمديونيات بتاعتهم، وحتى اللي صدر ضدهم احكام حطينا لهم قواعد على اساس ان احنا نحل لهم هذه المشكله، بالاضافه الى ان دلوقتي يعني اللي عليهم احكام هتسقط ولا هتتسوى؟ لا، هي الاحكام انت عارف حضرتك الاحكام القضائيه النهائيه ما نقدرش نعمل فيها اي حاجه. احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا ان شاء الله اللي عندهم احكام يشرفونا في البنك، وهيسووا المديونية بتاعتهم، هنديهم جوابات للجهات القضائية بانهم سووا، وهنقعد معاهم ونحاول ان احنا نساعدهم في عملية التسوية من جديد، وجدولة لمدد من 3 إلى 5 سنوات على اساس ان هم يحلوا هذه المشكلة نهائيا وما يبقوش بيتعرضوا لملاحقات لتنفيذ. لا بس واضح الحاج اسامه معاك اهوت عطيه بيه بعد اذن حضرتك، هو بيقول لك لسه في حاجه ناقصاهم عايز يقول لحضرتك عليها. يامرني وانا تحت امر. يا عطيه بيه، امرني. مساء الخير. انت سيادتك من اول ما مسكت البنك واحنا بنتعامل، وحتى انا كلمت السيد الوزير في نقطه فقال طب ما تروح لعطيه بيه، فانا ما جيتش لحضرتك. هي في نقطة واحدة في المنشور اللي انت سيادتك منزله، يا ريت ان احنا، هي بتاع السيد النائب العام تقريبا يعني. ما هي دي اللي انا بحكي عليها يا حاج. طب انا عاوز من سيادتك عشان فلاحين مصر الغلابة، ان سيادتك يعني لا مش انت فلاح. انا عارف ان انت فلاح. الحمد لله. فانا عاوز فلاحين مصر النقطة ديت بقدر ما نستطيع، ان احنا في خلال الايام اللي جايه ديت لانك انت عندك مصداقيه كويسه، وبرضو الناس اللي حواليك تقعد تنقي منهم، لان في برضو مجموعه لسه في البنك عايزه، انت بتطهر بس عايزين نطهر الباقي ان شاء الله. فعاوزين النقطه ديت باقصى سرعه عطيها بيه. اللي هي بتاعت هو بتاع السيد النائب العام، اللي هي اللي انا كنت بحكي لحضرتك عليها، اللي هي اللي عليهم احكام يا فندم. اللي عليهم احكام. فيتم تسويتها ان شاء الله. هي دي يعني مشكله ما اظنش انها صعبه. لا هي مش صعبه، بس خلي بال حضرتك زي ما اتفقنا ان دي احكام نهائيه، وبالتالي ما نقدرش نقول ان الحكم ما يتنفذش، فالحل الوحيد انه ما يتنفذش. اتعمل تسويه. يتم انه يسدد المديونيه اللي عليه، وانا قلت لهم هنضع اليه لسداد المديونيه دي عشان نديهم الجواب اللي ينهي هذه المشكله، ثم هنقعد معاهم ونحل القضيه من جذورها وننهي الموضوع ده بجدول. يعني خلاص كده الحاج اسامه هيجي لحضرتك يعني؟ الحاج اسامه يشرفني، ده مكتبه مفتوح في اي وقت. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. احنا بنشكر حضرتك وسعداء جدا بالروح دي. استاذ عطيه سالم رئيس بنك التنميه والائتمان الزراعي، يعني نقدر نقول ان مره تانية استعاد الفلاح مكانته اللي يستحقها.